تفضل. صباح الخير. اهلا. اهلين. كيفك دكتور؟ اهلا اهلا. تفضل. نعيم حلوه. اهلا وسهلا استاذ نعيم. تفضل تفضل ارتاح. وين؟ تفضل. كيفنا؟ الحمد لله ماشي الحال. شو خبرني؟ صراحة دكتور أنا عيني قصتها إنه عم بتدمع صار لي يومين. ايه. وعم بتنكوز شوي وهيك أوقات بحسها كأنها عم توجعني وعم تحمر. اه اوكي. فمش عارف إذا يعني في يمكن عم بقول له قلبك صفقة هواء أو شيء هيك. لحظة لشوف خليني أشوف لك إياها. بس افتح ما تخاف ما تخاف هين ما في شيء. لا بس هي عم هيدا. افتح لي إياها شوي. لحظة لحظة خليني أعلي لك شوي. اه اوكي خلص. اوه لحظه خلص تكي صغيره بس هيدي بيكون هي علاجها بسيط ان شاء الله خير لانه ليك بتضل عم بتدمع كل الوقت. هاي حبيبنا. شو هاي؟ ولا يهمك. لا هيدي شيء لا يذكر. بتوجع؟ لا 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 وجع. انت جاي عند مش هيك بس انه شو لحظه لحظه خليك هيك. هلا انت موجوع نكزي عم تنكز. ايه اوكي لحظه. ايوه لحظه لحظه بعد 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 شو هاد شوف لي لشوف. ايه خي تغيرت كلها. ولو استاذ نعيم شو عملت؟ اهلا وسهلا فيك يا دكتور. بشكرك كثير. يا هلا. هي بعدها شوي عم تنكز بس احسن الاول بكتير. هلا شو؟ تمام احسن. ايه تمام تمام. ايه هلا ما رح تحس بشيء. عن جد؟ الله راضي. انا بشكرك كثير. يا اهلا وسهلا. ويش بدنا؟ طولنا عمرك. $50 عند السكرتيره. اكيد 50 واكثر من 50 يعني الواحد بده يرتاح. يا هلا. انا بشكرك كثير. سلام. $50 ولا 50000؟ $50 حبيبي. يلا مسلم. يسلم. سلامتك. تفضل. صباحو حكيم. اهلا اهلا استاذ نعيم. كيفك؟ اهلين. شو خير؟ حبيبنا صار معي شغله هلا انا مشغول شيء. تفضل تفضل حبيبي تفضل. شو قلي قلي حكيم امبارح بعد ما زبطت لنا الوضع عندك شو ايه مش الحال هيك ايه؟ على شي ساعتين ثلاثه كانت رايقه عيني. ايه بس بعد الظهر وعشيه خاصه رجعت التكويز واكثر يعني مثل ما كانت امبارح نفس الشيء. ما بيصير بس ما بعرف شو. افتح لي شوف ما عم بقدر افتح عليك. لحظه افتحها شوي صغيره. اوكي 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 ما يهمك ما يهمك استاذ. يا حيه علاجها منتهي لانه امبارح كان على اساس ماشي الحال بس عشيه ما بعرف ليش غريب. اعطيني اعطيني اهم ادويه هاي هيدي كلها عم جيبها من برا. افتح افتح. ايه بس 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 ولا يهمك بعد لحظه. ويا حيي ها هلا افتح لشوف شو. ايه بلا بلا ازبط ازبط بكثير. كان لازم انا اكثر لك عليها امبارح. ايه خلي خلي لاحسن لانه اوكي هلكتني. اهلا وسهلا فيك. حتى اتهمت انه ما تكون يعني هذه القصه انه شو بعرفنا شو هلا مرتاح. لا انا احسن بكثير الحمد لله. انا بشكرك كثير. اهلا اهلا خي. لا انا اول ما جيت استاذ نعيم ولا همك نحن وجباتنا هاي $50 عند السكرتيره. اوكي كمان؟ ايه والاول مش تابع على تكسب نظرك حبيبي شو بدك؟ لا اكيد لا اذا مش الحال اكيد اكثر من. يا هلا يلا يسلم. يا هلا مش 50000؟ الله معك. طيب يسلم $50 الله معك. خلص هلا ما امنتوا امنتوا. حكيم صباح الخير. لا بحكيكي بعدين بحكيكي بعدين. اهلا اهلا استاذ نعيم. اهلا تفضل 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 تفضل. خير خير خير. شوفي طب شو القصه لو حكيم مع انه انا طب من موجوع. طيب انا شو عم بتغنى يعني امبارح على اساس بعد ما مشي الحال من هون ما تقول لي وجعي وعم توجعني كثير مثل الاول بعدها مثل ما هي. فرجيني لشوف. فرج شو حسيت شو حسيت. لحظه ماشي الحال بس بعد الدور بلشت تنكوز وعشيه هلكت ما قدرت نام بالليك. هلا عم تنكوز عم بتكر دمع من لما رحت لعندي لعشيه كنت ما احلاك وعم اقول لك ساعتين ماشي الحال. بعد الظهر رجعت ليك هلا موجوع ما بقدر اقدر هلا. بس 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 افتحها 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 شوي افتحها شوي قوي قلبك نعيم. بس هيدي خلصت ايدي بايد امبارح على اساس خلصت وايدي بايد. هلا مثل ما انا عم بقول لك ولا. طيب شو يا حبيبي طيب بدك تضلك تجرب شو بدك تعمل يعني ها ها اخل هلا انا كوزيت منيح. لحظة 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 هلا رح ترتاح. ايدك عندك ثقة فيه ولا ما عندك؟ كيفية افتح. بس بس اها بعد وحدة بس بس خلص 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 طلع فيي هلا طلع فيي وانبسط. يه شو شو صار؟ حكيم سحر هذا سحر الله يطول عمرك. بشكرك كثير يا حكيم الله يخليك يعني انت
طب لما بدي اياها تضلها هيك انا خلص هيك رح تبقى هي ما اوكي ما نمت امبارح ساعتين كل بعض مثل العادي $50 عند السكرتيره حكيم صراحه حاطين عليها القصه شيء بدك تكسر عينك ولا لا اكيد بس انه خلص انه طب خلص ولا يهمك طب حبيبي يا هلا 150 يعني صاروا على تكسب عينا مش احسن ما تضلك هيك لو 150,000 انا والله ما عندي مشكله اهلا وسهلا فيك يسلم مرحبا اهلين اهلين مسيو وينو هذا اللي اسمه حكيم نعم هو هون حكيم جوا شو في مسيو خير شو في جوا شو في خير شو بك طب عيني عم توجعني عم بقول لكم يا عمي كل يوم بيجي بيظبط لي شوي بترجع بتوجعني طيب معلش طول بالك بدي بدمع شوفي كيف محمر معلي بسيطه انا امبارح ما في شو بقعد شوي كنت عنده انا بدي احكي منه هون منه موجود هلا بيجي بس اقعد دقيقتين لشوف شو بقى عينك يا عمي شو عم نلعب يا عمي صار كل يوم بيجي بدون شوي بس خليني اشوف وين عم تنكزك هون ايه هون هي كلها ايه شفتها لحظه بس شو شفتيها شفتيها لحظه بس لحظه يا عمي لحظه يا استاذ كل يوم بسمعها الخبريه لحظه يا عمي يا عمي موجوع شو عم بس انا لو ضلك هيك ايه لحظه شو صار شفتي ليك شو هيدي وبره مدري شوكي شو عرفني شو هي شو كيف لا احسن هيك تزبطت هالمره ايه زبطتي اعمل فيها هيك ها بعد في شيء عم بشك لا ما في شيء كنت عم تشك بالاول لما ادقر ابكي شو هي شو هي شوكي طلعت ايه شيء مثل وبره شوكي شو بعرف هي احسن بكثير هلا ايه كتر خيرك سلم دياتك سوري على صرخت كثير بس انا صرت ولا يهمك لا اكيد ما جادك يعني شو بيتوجع $50 لا اعوذ بالله ولا شو عملنا عشان الخساره ماشي تفضل سلامه قلبك خلص مش رح تاخذ خلص والله ما كل يوم بتجي تدفع اهلين انا بشكرك كثير الله يعافيك سلامتك كثير على الحكيم بس هلكني وصل يا حرام قتلي بدي رايح جاي مساء الخير اهلين دكتور كيفك ماشي الحال الحمد لله شو عندي مواعيد اليوم اليوم لليوم دكتور ما في لبكره اخذين مواعيد اليوم ما عندك اليوم ما في سوري بس في شخص مريض هيك ناصح شوي انا إيه؟ انا علقت بعجقه ما قدرت اجي كان ترمو يمكن يجي لعندي مسيو نعيم ايه كان نعيم ايه هذا اللي تبع عينه اللي فات فيها هذا هو وينه فل شوف هلا وين فل خلص طلع دكتور فايت بقلب عينه مش حب بعرف اذا وبره او مثل شوكه او شعر قاسي كثير شلت له اياه بالملقط يا حرام الله لا يوفقك بجاه اللي خلقك هيك بتعمل ايش وانا ماني عارفه انه وبره او شوكه شو عملت يعني شلت له اياه للزلمه موجوع يا حرام مش قادر لما انا ما بدي شيء لما انا هذا بيرزق عم بيسترزق منه كل يوم $50 الله لا يعطيك عافيه ضبي اغراضك وروحي انت سكرتير لك ضبي اغراضك ضبي غراضك خلصيني منك روحي انا ما بعرف ليه عم تعمل فيني هيك شو بنقله للزلمه الوحده لك روحي تشيلي له لا تشيلي له ولا تحطي له انا ماني عارفه انه وبره